قهوته مانو وبيشجع الأهلي. شاف مراته وسط الشلة، قال لها مش انتي اللي هتجوزها، لحد ما وقع في شباكها. بيسمع الراب علشان ابنه وضيع فلوسه على الكتب، بيغزل بنته اللي مهتمة بعالم الانمي بكلام حلوة. صندوق أسرار الفنان صبري فواز، يا ترى من نجوم الراب اللي بيسمع ليهم صبري فواز علشان خاطر عيون ابنه اللي بيغزل بنته بكلام حلو دايما، وبيعمل ايه معاها يوم اجازته؟ يا ترى ايه قصة جوازه الغريبة؟ وايه اللي قاله عن احمد مكي؟ مش هتصدق حكاياتها، تعرفوها لأول مرة معايا عن صبري فواز، بس تابعوني لآخر الفيديو. تشوف تقول ده دون جوان عصره، محافظ على جسمه ومهتم بلبسه، ولا اللي ناوي يتجوز تاني، مثقف ومش بيحب يروح التصوير، لابس خاتم مفتاح الحياة في ايده ومش بيفرقه وشايفه هو كل الحياة. لما واحد يوقفه في الشارع علشان يقوله جملة انا يا بنتي، قلبه يرفرف من الفرحة علشان بيعتبر ده دليل نجاح. اسراره كتير وحكاياته اكتر. قالك انا ما اتجوزتش وجبت عيال للدنيا دي علشان اسيبهم يعيشوا كده عادي من غير اهتمام، دول كل حياته ولازم يعرف كل واحد وواحدة متجهين ناحية اي مجال علشان ياخد فكرة عنه ويتعلم، كمان علشان يعرف دماغهم بتفكر في ايه. يعني مروان ابنه مهتم بالراب ونجومه، اصل هو اصلا مغني راب، وده اللي خلاه يتعرف على النجوم دول وبقى يسمع مروان بابلو ويجز وابي يوسف. بس اللي قاله عن الفنان احمد مكي كان حاجة تانية، قال ده نجم راب لمنطقة تانية خالص غير منطقة النجوم اللي اتكلم عنهم واللي ابنه مهتم بيهم. يعني تقدر تقول كده ان مكي حاجة تانية ونجم تاني خالص. في يوم من الايام وقع صبري فواز في الحب، برضو زي ما كلنا بنطب عادي. مراته اسمها عزة موسى، شافها في معهد الفنون المسرحية، كانت بتيجي للشلة بتاعتها في المعهد واللي هي اصلا شلة اداب في جامعة القاهرة، واللي منهم محسن منصور وعبير فوزي وخالد النجدي وغيرهم. دول بقى كانوا شلته هو كمان علشان بقوا دفعته في الدراسة ودايما يتجمعوا في المعهد. شافها وقال كلمتين كده، قالت له لا مش انت اللي هقع في حبه، ولما قالت كلمتين قال لها لا مش انت اللي هقع في حبك. بس الاتنين طوعوا قلبهم واتجوزوا وجابوا مروان وصبا، وربنا يبارك لهم. بيشرب قهوة مانو، مثقف جدا، ما يقدرش يعدي يوم اجازة من غير ما يقرأ. بالنسبة لي بنته صبا كل حياته، وليها وقت من يوم اجازته بيخرج معاها فيه، بيشبعها كلام كله غزل وحنية علشان تطلع واثقة من نفسها، ومش اي واحد يقولها كلمتين حلوين تقع. بيقول لما تسمعوا مني مش هتحتاجوا من حد، بيهتم بالعالم بتاعها علشان بتحب الانمي وكل حاجة خاصة بيه، شايف الحياة بشكل تاني. كان عيل في اعدادي كده كان عنده طموح ونظر للمستقبل، كان عايش وبيدرس في كفر الشيخ، ولما كان في شارع النبي دانيال في اسكندرية شاف راجل بيبيع كتب، طلع كل فلوسه واشترى اللي عنده لدرجة ما كانش معاه مواصلات يروح، وخاله هو اللي انقذه من الموقف ده. صبري فواز الفترة الاخيرة دي انضم للقوس وبقى من نجوم الفن اللي بيدعموا اخواتنا في القطاع وبيدافعوا عن القضية العربية. كمان كان من اول الناس اللي دعموا محمد سلام في موقفه من موسم الرياض، وانه مش هيسافر يعرض مسرحيته زواج اصطناعي هناك. الجمهور بيعجبوا الكلام اللي بيقوله على حساباته في مواقع التواصل، واللي مش كتير يعرفوه انه اصلا بيكتب شعر، وقراءته للروايات والكتب والشعر خلته شخص تاني خالص. حلو الفنان لما يكون مثقف وفاهم كل حاجة، وبالذات لو كان صبري فواز.